الوالد رحمه الله في بحر الكويت عندما هاجت الأمواج، أنا كنت في المركب ولكن ما أتذكر هذا المقطع لأن البحر هاج واضطرب والسفينة هددت بالغرق والأمواج قامت تنصب إلى داخل السفينة، فأنا ومجموعة رحنا جوه في الطابق التحتي من السفينة، فما أتذكر هذا المقطع، ولكن الإخوة اللي كانوا نقلوا لنا فيما بعد أن الوالد أخذ شيئا من تربة سيد الشهداء صلوات الله عليه وألقاه في البحر فهدأ البحر. أمان، شفاء، هذا خرق تكويني للقوانين التكوينية.